أخيرا جاءت اللحظة التي ستشاهد فيها هذه الجماهير للمرة الأولى. ضغوطات كبيرة ستكون عليه بدون شك، عليه أن يثبت بأن إضافة للفريق وأن يثبت أقدامه من الظهور الأول. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، ليلة جميلة وطقس رائع في الحقيقة. هذه تحياتي محدثكم فارس عوض، سأكون معكم من كابينة التعليق، واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن منافسات الدوري الفرنسي، حيث سيكون فريق رينز في مواجهة باريس سان جيرمان. هذه هي كرة القدم الحقيقية، وهذه هي الأجواء التي نتمناها ونبحث عنها في كل مكان في العالم. حلوة الكرة، تسديدة قوية تمر على المرمى، كانت بحاجة لبعض التركيز في اللقطة الماضية، محاولة جيدة في الإجمالي. بيترسون، ضغط عالي في هذه اللقطة، شوف التدخل، لكن الكرة بالطول بعد ذلك تتحول إلى رمي التماس. اليوم يشارك سيرجيو روبرتو للمرة الأولى مع فريق الجديد، صفقة منتظرة، وبالتأكيد روبرتو لاعب بإمكانيات كبيرة، قدرة كبيرة على اللعب في أكثر من مركز في الملعب، مجهود كبير في الملعب، وأكيد سيكون إضافة للفريق. يا سلام، انظر إلى هذه التمريرة، ليو ميسي، تشتيت الكرة بعيدا عن المنطقة. شاهد الكرة التي مرت بجوار المرمى مرة أخرى، كانت قريبة جدا. أبعد الكرة من مناطق الخطر، تدخل ممتاز هنا. شوف استحواذهم على الكرة، فارضين اسلوبهم، متحكمين في المباراة. ميسي يضرب، تصدي من الحارس، بذرت الكرة خطيرة. هدف اول في هذه المواجهة عن طريق البرازيلي نيمار. شوف الإعادة هنا مرة أخرى، المحاولة الأولى تم التصدي لها بشكل جيد، لكن لسوء حظه لم تبعد الخطورة، جاءت المتابعة بشكل سريع. باريس سان جيرمان يتقدم في النتيجة. المساحة أمامه في هذه اللحظات، مبابي يهدي الكرة للفريق الآخر. سيرجيو راموس يقطع الطريق، ميسي بيحافظ على كورته، كيليان امبابي، اوه تسلل موجود هنا يلغي الهدف بعد الراية. صعب جدا تقبل مثل هذه القرارات حتى ولو كانت صحيحة. فيها خطورة، تصدي جيد للكرة. تصدي سليم من حارس المرمى في اللقطة الماضية، الكرة كانت صعبة لكن الله على التصدي والدفاع عن مرمى. تغطية سليمة بيبعد الخطورة. ماركو فيراتي، ليونيل ميسي، الله على الفداية من المدافع، شوف اعتراض الكرة الماضية. حلو التدخل على الكرة. استعادة الكرة بشكل ممتاز بعد ضغط متقدم. أصحاب الأرض يسيطرون على الكرة في هذا اللقاء، لكن رغم هذا الاستحواذ الكبير، الفريق غير قادر على اختراق الدفاع، غير قادر على خلق فرص خطيرة على المرمى، ربما ذلك سبب أزمة للفريق وسبب تأخره في النتيجة، بحاجة لأن يكون رتمه أسرع في الملعب.
تسديدة قوية على المرمى لكن راحت بعيدة لأن لم يضع فيها أي تركيز، سدد بدون تصويب، في اللقطة الماضية خرجت بدون خطورة. فينالدوم كيليان مبابي، كرة بتروح لسيرجيو روبرتو، ماركو فيراتي، مقطوعة كرة ماركو فيراتي، بيدرسون، دقيقة واحدة كوقت بديل في المباراة. الشوط الأول ينتهي 1-0. إذن انتصار في الشوط الأول يسعد الجماهير. تواصل مع حضراتكم مشاهدينا مع ضربة البداية لشوط المباراة الثاني. انطلاقة للأمام من باريس سان جيرمان. أوهو، كرة في المرمى، الله على الهدف، هدف تعزيز التقدم، تقدم مستحق هنا بفارق هدفين. هدف يوزع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. كرة على الطرف، البحث عن كرة عرضية. ليونيل ميسي يمنع التسديدة من المرور. والآن فرصة لكرة مرتدة. مانشستر سيتي تحرك سريعا في سوق الانتقالات ونجح في حسم هذه الصفقة. الأندية بشكل عام تستغل هذه الفترة لتدعيم تشكيلتها بصفقات أيضا تضيف لها على المستوى الكروي. الآن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. فينالد بيمر فيها بعدي. هدف لصالح باريس سان جيرمان. شوف الهدف من جديد، كيف ممكن تفادي هذا الهدف لو ان حارس المرمى كان منتبه حقيقه لزاويته، ولقيت الكره يسجل فيها بزاويه قليله، هدف يتحرك مسؤوليته بشكل كبير. 3 اهداف مقابل لا شيء هي النتيجه الحاليه، تقدم مريح جدا بثلاثه اهداف كامله. يشدد الكره في هذه اللقطه. يستعيد الكره بهذا التدخل. ميسي بيعدي فيها، ميسي بيمر، الله على المرور. ضربة ركنية تعني استمرار الخطورة. شايف البدلاء وعمليات الإحماء، مدرب بدأ يفكر في تغيير ودخول لاعب. أكيد النية كان لعب الكرة على الطاير وتسجيل هدف خرافي، لكن النية شيء وما شاهدناه شيء آخر تماما. استقبال خاطئ واللاعب يخسر الكرة. دانيلو بيريرا، ليو ميسي، يا رب الكرة في المرمى تحرك الشباك، تحرك المدرجات، الله على اللقطة، على الكرة، على النهاية. الآن أصبح الفارق كبيرا بين الفريقين، ولا أعتقد بأن هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. الصمت يخيم على جماهير صاحب الأرض، أداء ضعيف من الفريق المحلي يفسد الأجواء الاحتفالية، واللي كان بيعدي وبيمر بالكرة.
التسديده بتروح بعيده عن المرمى. سدد بقوه لكن ما فكر في ركن الكره بشكل سليم. التسلل يشير الى الحكم واللاعب كان متقارب حقيقه، راح نتاكد من صحه هذا القرار. دانيلو بيريرا، مبابي، ليونيل ميسي، الحارس يمنع الكره لكن الكره ما زالت خطيره، ما زالت الكره خطيره. الدفاع يقطع الطريق، يتصدى للتصويبة. كرة ثنائية، سلم واستلم. لياندرو باريدس. هذه المرة ينجح التصدي، نعم شفنا حراسة مرمى سيئة اليوم من الفريق لكن على الأقل ينجح بهذه الكرة. ينقذها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. ليو ميسي. اعتراض يمنع مرور التسديدة. تسع دقائق واطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء. تصدي ممتاز من حارس المرمى، يرتمي ببراعة، يتصدى لهذه الكرة، شوف الرشاقة في اللقطة. مدرب على وشك القيام بتبديل في هذه اللحظات. ميسي على تنفيذ الضربة الركنية. الكرة في المرمى، حطها براسه يا رب يا الله. شوف اللقطة، هدف كهذا لا يكون صدفة، واضح انه في تدريب متواصل. عرضية مثالية من الضربة الركنية، رأسية في الوقت المناسب، الكرة في المرمى. دانيلو بيريرا، هذه فرصة هدف. الفريق الباريسي يسجل. مباراة كانت من طرف واحد والنتيجة توضح هذا تماما. أعتقد بأن الوقت قد فات على التعويض لأن المباراة لم يتبقى فيها إلا القليل. المساحة أمامه في هذه اللحظات. ممتاز التصدي من حارس المرمى. حكم اللقاء يضيف دقيقتين كوقت بديل. ميسي بيعدي فيها، ميسي بيمر، الله على المرور. ما يحدث مرتين يحدث للمرة الثالثة. أي شهية مفتوحة، هاتريك كبير للنجم الكبير. المباراة كانت من جانب واحد، فرق الأهداف كبير، راح يكون ينطلق الصافرة لتؤكد على فوز هذا الفريق وحصول البي اس جي على النقاط الكاملة. اليوم وكأنها مباراة ودية